الشيخ بارك الله في علمكم. ما هي القاعدة للمقيمين في البلدان التي مثلا لا تغيب فيها الشمس لفترة طويلة من السنة، أو يكون في سفر في الطائرة وقد يطول عليه النهار أو يقصر، فما هي القاعدة للصائم أو للمصلي في هذه الحالة؟ القاعدة أما إذا كان هناك ليل ونهار فإنه يعتبر الليل والنهار طال أو قصر، حتى لو فرض أن الليل 4 ساعات والنهار 20 ساعة اعتبر الليل ليلا والنهار نهارا. وأما إذا لم يكن هناك ليل ونهار كالمناطق القطبية فإنه يقدر تقديرا. ويدل لهذا، أما الأول فيدل له عموم قوله تعالى في الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأما الثاني فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث عن الدجال وأن أول يوم يكون فيه النهار كسنة، فأنطق الله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ قال اقدروا له قدر. فهؤلاء الذين يكون عندهم الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر نقول اقدروا قدر. ولكن بماذا نقدر؟ هل نقدر بالمتوسط ونقول 12 ساعة اعتبروه نهارا و12 ساعة اعتبروه ليلا؟ لأنه لما سقط التعيين بعدم وجود الفارق رجعنا إلى الوسط، أو نعتبر بهذا أقرب البلاد إلى هذه المنطقة ممن لهم ليل ونهار، أو نعتبر بهذا مكة لأن الله تعالى سماها أم القرى، على أقوال ثلاثة. وليس هناك يعني شيء قاطع أن أحد هذه الثلاثة أصح، لكن أقرب شيء عندي والله أعلم أن نعتبر بالبلاد القريبة منهم التي فيها ليل ونهار. ولكن ليس على الشخص الذي مقيم في تلك البلاد مثلا يصبح عليه مثلا هناك سبب أنه يحاول أن ينتقل إلى أماكن فيها إمكانيات؟ ليس بلازم، ويبقى في الأرض التي هو فيها.